مسلسل حبيبتي من تكون هو أحد أكثر المسلسلات التلفزيونية نجاحاً في الهند، وقد حقق أداء جيداً على مخططات TRP منذ أن ظهر على الشاشة. محبوبتنا البطلة عائشة ياسين لعبت دور ساي، وهي شخصية عنيدة للغاية وتناضل دائماً من أجل الحق وتحقيق أحلامها. لكن هل تعلم أنه قبل أن يعلن المخرجون عن فوز عائشة ياسين بدور ساي، تم عرضه على بعض الممثلات المشهورات التي رفضنا دور بشكل مفاجئ؟ لهذا ابقوا معنا حتى نهاية الفيديو حتى تتعرفوا على هؤلاء الممثلات اللواتي رفضنا دور ساي. تيجاسوي براكاش، عرض دور البطولة لأول مرة على الممثلة تيجا التي اشتهرت في العالم العربي بدور راجيني وفي مسلسل ومن الحب ما قتل، لكنها رفضت الدور لأنها كانت تأخذ استراحة بعيدة عن التمثيل وأجواء التلفزيون. نيا شارما، عرض أيضا الدور عن الممثلة نيا لكنها رفضت الدور، واعتذرت بسبب جدول أعمالها الممتلئ ولم يكن لديها أي وقت للتمثيل هذا العرض. جينيفر وينجيت، عرض الدور أيضا على الممثلة جينيفر وينجيت، وعند قراءتها للسيناريو رفضت الدور لأنها أصبحت تمثل أدوارا ضخمة وأنها تنتظر المسلسل مناسب لها، وهذا الدور لا يناسبها. وأضاف المصدر من طاقم المسلسل أنها طلبت ميزانية كبيرة عن دورها. سنايا إيراني، عرض الدور على الممثلة سنايا إيراني، ولكن صناع المسلسل شعروا فيما بعد بأنها ليست مناسبة لهذا الدور واعتذروا. إيشيتا جانزولي، لم تستطع إيشيتا تولي الدور لأنها لم ترغب في ترك مسلسلها الحالي رادها كريشنا. وفي النهاية تم تكليف عائشة سينغ بالدور، وشعر المعجبون أنها الخيار الأمثل للدور، ولا يمكن لأحد أن ينصف شخصية سار بالطريقة التي جسدتها الممثلة عائشة. أخبروني من هي الممثلة التي تظنون أنها كانت ستجسد دور ساي بإتقان. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن مسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.